شو الوقت يا ياسر؟ عندنا مقطع مدة 15 دقيقة نروح نشوفه وراجعين لكم. الثانية عفوا ثانية نشوفه وراجعين لكم. حركتهم انها ما يسوي هذا. ايش فيه ايش فيه ايش فيه ايش فيه؟ ياسر شفنا المقطع. صالح الفرحان متضايق. صالح القحطاني. صالح القحطاني عفوا. متضايق لان تو ذكرت صالح الفرحان. صالح الفرحان كان متضايق من امر حصل على دخوله فتره دخوله. جميل. لكن احنا لا ننام. بس ممكن توضح الفكره اكثر. اوضح الفكره ما عندي مشكله. عشان الوقت بس يا طيب. صالح القحطاني دخل في سيارة. سياره وكان سوى استعراض يعتبر عند المتابع غير جيد تماما اللي هي الدعسات هذه تفتفه بالمصطلح العام بين قوسين فهذه يعني انا اتكلم توعويا غير جيده سيئه نهائيا فكيف صالح القحطاني ضايق انها ما طلعت على الشاشه بالعكس احنا هذه تسيء للقناه وتسيء للبرنامج وليت صالح كان معنا لانه اي انا اتمنى انه يكون صالح يتفهم هذا الموضوع من قبل الاعداد انه صعب ان نطلع حاجه تعتبر غير توعويه للناس هي غير توعويه انا ما هي فكر تربوي هو اللي فهمته من الشباب ان كان دخوله ما يتناسب مع رساله يعني ما توجه رساله اصلا جميل يعني لا هي افيه ولا شيء معين جميل انا هذا من باب المحافظه عليك كنجم إنه ما كان المشهد جميل وأنا أعرف يعني حصل بعض الأشخاص انفعل وسووا حركة ثم ندم عليها الإعداد يسوي يعني يفعل مصلحتك في الأول والأخير يعني أنت شاب إنك قدمت رسالة اسمح لي اسمح لي الإعداد ما يفعل مصلحتك الإعداد يفعل اللي يراه مناسب لبرنامجه إيه فأنت بالضبط هذا مصلحته أنا بغض أبو شوق حتى لو ما كان مصلحته لو كان مصلحة الكاميرا أنا معي حق أسوي اللي أنا كإعداد شفت هذا يسيء لصالح اخليه ممكن ما يسيء لصالح لا انا اسالك شفت موقف انا من مواقف مثلا في كاعداد يسيء لصالح يسيء لفلان اخليه لك وجهه نظرك لك وجهه نظرك ياسر إيه؟ وكذلك هاني لك وجهه نظرك شكرا ابو فزاع شكرا لا. هاني شكرا ياسر طبعا جمعيه بصائر وقف البركه قدموا هديه لمحمد الشهراني راح ياخذها ان شاء الله بعد ما ننتهي من الحلقه قبل اختم استودعناك الله يا محمد ويا معاذ اقسم بالله العظيم انكم تستحقون الوجود في البرنامج أكثر من أشخاص لا نعرف إلى الآن أسماءكم استودعتكم الله حتى ألقاكم